الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الإخوة الأفاضل في الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما أوصي به نفسي وإياكم تقوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى علما ودعوة وتمسكا، لأن دعوة التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن إلا لدعوة التوحيد ومحاربة الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهذه الآية من ختام سورة إبراهيم دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا للتوحيد، ليعلموا أنه لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالذي يتعلم التوحيد فقد تعلم أصل الإسلام وأساس الإسلام وكل الإسلام، والذي يدعو إليه إلى التوحيد فقد دعا بدعوة جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا سيما وأنتم في بلد ينتشر فيها الشرك وتنتشر فيها القباب والأضرحة والأولياء المزعومين من مشايخ ودجالي الطرق الصوفية. فعليكم أن تقوموا بهذا الواجب العظيم، وألا تنشغلوا بغيره، وإنما تنشغلوا بدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.